واحد من الأشخاص الذي يحب أن يلتقي بصاحب الزمان صاحب الآن، وعدة الطرق لمعرفة أن صاحب الزمان وين الآن، في مكة، في المدينة، في النجف، بالكوفة، بالسهلة، عدة هاي الأعمال. فعملها شاف هذا الحجة في مشهد، وين في مشهد عمل الأعمال، شاف أن العمل ماله يقول هذا في سوق عند بائع الأقفال، واحد يبيع قفاضه، فاتيح قفاضه، فذهب إلى هناك لم يجد آثار لصاحب الأرض، شاف أبو القفاضه وهي امرأة قاعد تحكي وواحد واقف هناك يمهم، أما آثار أنه صاحب الأمر ماكو. فاجى هذا يريد يسأله انه من كان هنا؟ حبيبتين كان هنا وراح. فشاف محادثه اكو بين صاحب المحل وبين المراه العجوز، المراه العجوز جابت لها فرد قفر تريد تبيعه، قفر بلا مفتاح، قفر بلا مفتاح تريد تبيعه. شو يقولها صاحب المحل؟ يقولها هذا القفر بلا مفتاح قيمته فلس واحد، يعني قران، كان يسموه قران. المفتاح وحده وهو موجود عندي هم قران. بس اذا اثنين هن اجتمعوا اشتري المفتاح بقران واحد. يصير عندك شنو؟ قفل ومفتاح، انا اشتري بعشرة، انا اشتري بعشرة، يعني يسوى عشرة، انا ابيعها 12. قلت له انا لو عندي فلس او قران كم اجي ابيع هذا القفل؟ انا كل شيء معي. قال اخو انا ادينك، ادينك قران، اشتري هذا، يصير عندك اثنين، انا اشتري بعشرة. قلت له داين، داينها قران. اشترت المفتاح، صار عندها قفل المفتاح، باعت عشرة. اخذ قطتها قران، ايش قد بقى عندها؟ تسعة. هاي العملية كان يقدر يسويها ابو المحل إله لو ما يقدر يسويها. هو يشتري منه بقران. هو عنده مفتاح، يصير شنو؟ يبيعها بعشرة او 12، فالنفع إله. بس هو قدمها على نفسه، احبب لغيرك ما تحب لنفسك. هذا الذي قاعد يدور على الحجه يقول ذاك اللي واقف بصفنا قال له، هذا اللي يدور على الحجه قال له سوي هذا العمل انا اجي وراك، لا تسوي عمل انت طارد وراي، سوي عمل زين احبب لغيرك ما تحب لنفسك، انا اجي، انا اجي. شوف واحد حكم اخلاقي، واحد لو احنا التزمنا به الا تنقلب هذه الدنيا الى